أولا هو ذكر المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي أسست ونشأت على سواعد أبنائها رجال التوحيد بقيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل يتكلم بكلام غير موضوعي ويطلق التهم علينا بأننا نحن غير موضوعيين، وهو من تكلم بكلام غير موضوعي على الإطلاق. يتكلم بأن من كيف تكون أمريكا وبريطانيا هي التي تحميهم وتقصفهم؟ من قتل منكم؟ من هل قتلتم بريطانيا او امريكيا؟ او هل الامريكي والبريطاني قتل حوثيا؟ هل اهل مأرب وهل عدن وهل حضرموت وهل تعز وغيرها من المحافظات جميع هؤلاء ايضا هم عملاء للامريكي والبريطاني؟ يا البخيتي، انت محاصر من قبل نصف مليون من القوات المسلحه اليمنيه، والذي منعهم من التقدم هو الطيران الامريكي والبريطاني بموجب معاهده من عفاش في حمايه يعني صنعاء، والان انتقلت لديكم. من الذي اوقف الجيش اليمني من الحديده غير بريطانيا وامريكا؟ ما هذه الخزعبلات التي نصدقها مثلا في البحر وانك تريد ان تقف مع غزه؟ طيب هل من المنطق ان تقف مع غزه المحاصره والتي ابيدت من قبل اله الاجرام الصهيونيه وانت تقتل اهل تعز؟ هل من المنطق وانت قتلت نص 400 الف يمني، سهامكم وحرابكم وألسنتكم موجهة لبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وأنت دائما ما تذكر وتستشهد بأحاديث الرسول والقرآن وأنت على النقيض تماما، لا تفقه ما تقول. يبدو يا البخيتي بأنك حملت الأسفار والأوزار معا، وهذه مصيبة كبيرة. غدا عندما ينتقم الشعب اليمني من هذه الميليشيات يا البخيتي، سيذهب أسيادك إلى أسيادهم، وكل يذهب إلى من جنده، وأنت ستقول أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أنت الآن تعادي اليمن وتعادي بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي، وتقول قرن الشيطان. أي ما هو الشيطان في نظرك؟ هل الشيطان من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل الشيطان من يدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد؟ هل الشيطان في نظرك من يدعو إلى التوحيد الخالص ويدعو إلى الحياة المزدهرة والرفعة بين الأمم؟ المملكة العربية السعودية اليوم تنادي الأمم، هي فخر للعرب والمسلمين. سيبقى الظلاميون يقولون هذا الكلام وهذا الهراء وهذه المهاترات فقط لأنهم يعني ينفذون أجندات أمليت عليهم، سواء في صنعاء، سواء في جنوب لبنان وغيرها من المناطق التي يعني سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية. تكلم عن داعش وعن القاعدة، من أسس داعش والقاعدة والحوثي وحزب الله في لبنان غير الإيرانيين والاستخبارات الأمريكية؟ أنت تعلم جيدا حتى قبل الأمس أصدرت حكومة الديمقراطيين بأن داعش ستعود من جديد، وهذه إشارة بأننا سنحرك داعش. وأنت وأنا والجميع يعلمون بأن قيادة قاعدة وداعش وقيادة الحوثي جميعهم يحتضنون لدى طهران. لا تتكلم عن العروبة والإسلام يا البخيتي، لأنك بعيد كل البعد عن العروبة والإسلام وعن اتجاه العرب. تكلمت عن القوميين العرب، وأنت من أساء للقومية العربية وتسبها ليلا ونهارا. أنت من أضر بجمهورية مصر العربية يا البخيتي، وأنت من أضر بالدول المشاطئة في البحر الأحمر، وإسرائيل لم يضرها شيئا على الإطلاق، لدرجة أنهم يضحكون على هذه المهازل ويقولون هل نضرب بعوضة بمطرقة؟ يا هذا أستاذ كلام، عشق، أستاذ عشق، هذا كيف كلام. لحظة يضحكون؟ أكمل بس أكمل. قل لي كيف يضحكون اليوم وميناء إيلات مغلق الآن، والإسرائيلي قام هذا وليس كلام هذا الحوثيين، ومن هذا كلام الحوثيين ومن يصدقهم للأسف فهو غير مطلع. ميناء إيلات، ميناء أم الرشراش، لا أصلا دخل القومي على الدولة المحتلة لفلسطين لا يتعدى 5% على الإطلاق، ولم ينظر. ينظر من ماذا؟ بماذا ينظر؟ الضرر سيكون على الدول المشاطئة الحقيقية أستاذ عشق، إن أنا حصل ضرر. أسألك سؤال بموضوعية. يعني لو تقارن أنت الآن، يعني هناك، شوف، هناك شهداء لحزب الله، هناك شهداء لأنصار الله، هناك تحركات، هناك فعل في مقابل الدول العربية. أقنعنا يا أستاذ عشق، هل هناك تحركات يعني رسمية للدول العربية لإيقاف هذا العدوان بعد 9 أشهر؟ يعني هل السعودية لا يستطيعان إيقاف هذا العدوان الإسرائيلي يا أستاذ عشق؟ أقنعنا هذا به. ليس عدوان، هذا ليس عدوان إسرائيلي فحسب، هذه مؤامرة على الأمة العربية لا تفقهها الميليشيات ولا يفقهها من تملشن معهم من الإعلاميين. هذه مؤامرة، ومصر دولة مصر اتهام العربية خطير هذا. الجمهورية
العربية والمملكة الأردنية والله الهاشمية وجهة والمملكة نظرك العربية هذه السعودية وما الدول الواجهة اعتقدها، تعلم مدى المؤامرة، وهذا هذا ما الغلبان أو غيره اعتقدها، ليس هم عبارة مجرد أدوات داخل هذه المؤامرة الكبرى، هذا الرجل وغيره هم مجرد أدوات الأدوات داخل هذه طيب المؤامرة، لكن الدول الوازنة هي تعلم جيدا، تعلم جيدا ما هي المؤامرة التي تحاك. وسأقول لك على فكرة، يعني هؤلاء هم أحد الأذرع المؤامرة على الأمة العربية والإسلامية، هؤلاء من فكك، يعني هل هؤلاء فككوا إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا؟ لا، هؤلاء فككوا اليمن، هؤلاء فككوا سوريا، فككوا لبنان، العراق، وجعلوا منها دول تحكمها عصابات بعد ما كانت دول ذات سيادة. جميع ما يقولون هؤلاء لا ينطلي على الإطلاق على العربي الأصيل أو على المسلم الذي يعرف ما وغيور طيب على دينه. هذا الكلام يا بخيتي صدقني لن ينطلي على أحد، حتى وإن صفق لك 1000 أو 2000 أو 5، صدقني الحقيقة لا يمكن، ولا الشمس لا يمكن أن تحجب بغربال. طيب الشعوب العربية أستاذ عشق، ربما أنت لا تتابع، ولكن الشعوب العربية لا غاضبة على أتابع جيدا، الحكام. لا أتابع لا أتابع يا أستاذ جيدا عشق، أتابع جيدا. هناك لوم كبير على حكام العرب المتخاذلين، ولا أستثني أحدا، في نصرة غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والحقيقة يعني الذهاب نحو الحديث عن مؤامرات، المؤامرة هو السكوت على هذا العدوان حسب رأيي شخصيا. هذا في وجهة نظرك، لأن لو اتخذت الدول العربية هؤلاء الذين يبثون نقطة بس، هؤلاء الذين يبثون سموم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدول العربية ليس نصرة للإسلام أو العرب، هؤلاء يريدون القضاء على ما تبقى من الدول العربية، وهذه طيب خطة أكبر بكثير، خطة صهيونية أمريكية، هؤلاء مجرد أدوات وزنابيل طيب غلابة طيب ينفذون ما يملى عليهم فقط. لكن للأسف الشديد أن هناك بعض الإعلاميين يصدق، لكن انظر إلى جهابذة العلم في العالم العربي، يعلمون جيدا ما الذي ممتاز. تقوم به الدول العربية الوازنة تجاه أمتها.